السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حباتي متابعيني ومتابعاتي، إن شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في أتم الصحة والعافية يا رب. اليوم إن شاء الله أول شيء أود أني أشكركم على تفاعلكم على تعليقاتكم الحلوة. صح، فيه شغلة أنا انتبهت عليها، أنه الفيديوهات لما يكون فيها شغل تكون شوية المشاهدة ناقصة عليها، والفيديوهات حق السواليف والكلام وكذا الناس تحبها عشان تاخذ منها طاقة إيجابية وتاخذ منها يعني نفس للشغل. فمعلش اليوم إن شاء الله قررت أني أسولف معاكم، أعطيكم يعني الطاقة عشان تشتغلون وترجعون تشتغلون. ما شاء الله احنا خلاص على نهاية الصيف وعلى بداية فصل الخريف، ان شاء الله ما ضل منه شوي، ما ضل شوية ويدخل فصل الخريف. فالوقت هذا ضروري اننا نجهز نشتغل على أشياء دافية في هذا الوقت، نجهزها للشتاء. فقلت بما أنه عندي مشروع قاعدة أشتغل، يعني توني حبدأ أشتغل عليه، جاتني الخيوط البارح، وكنت كنت كنت ناوية أني أبدأ البارح، بس البارح كان اليوم فيه يوم مفتوح في المدرسة، فبنتي على يعني ما كنت انا مجهزة توزيعات والاشياء دي، كنت مجهزة اشياء بسيطة كنت مسوياها، وردات اني اذكر اني خبرتكم عنها، كنت هذه الوردات اللي كنت ناوية في الفيديو حق المذكرات قلت لكم اني مسوية الوردات هذه، وكنت ابغى كنت ابغى اسويها حواف لمفارش طاولة لطقم الطاولة، كنت قلتها لكم. بس البارح ما كنت محضرة شيء، كنت مشتغلة هادو، كنت مشتغلة تقريبا 50 وحدة، استغفر الله العلي العظيم، كنت مشتغلة 50 وردة من هادو. فلما قالوا لي في المدرسة انه في يوم مفتوح بمناسبة العودة للمدارس، فما كنت محضرة توزيعات، وهم كانوا يبغون توزيعات فيها باللون الوردي، يعني حتى انهم فارضين اللون الوردي، فانا ما مشتغلة صراحة بيني وبينكم اللون الوردي، فعندي هذا الابيض. وش قلت في اخر لحظة، يعني حتى الرسالة لما وصلتني على الجوال وصلتني الساعة تقريبا 9 بالليل، فاضطريت اني اخذ الوردات هذه 50 واسوي لها كذا، اسوي لها بوريكم، بفتح واحدة ضلت عندي، ما يعني حطيت لبنتي 40 توزيعة سويتها لها، شوفوا معايا ميداليات، فسويتهم كذا، دخلت عليهم الخرزة هذه، عندي الخرز دخلت عليهم الخرز هذه باللون الوردي، وحطيت لها يعني عشان يجي متناسب توزيعات مع اللون اللي هم طالبينه. هو هذا حق بنوتات صغار، بنتي في رابع، هذا البنوتات حق رابع، تحطها بشنطتها كذا على زر الشنطة مثلا، السحاب الشنطة، ففكرت فيها كذا، فكرت فيها اصلا لسحاب الشنط، شنطة المدرسة هذه اللي كانت جاهزين عندي بكمية كبيرة، فما كان عندي القدرة اني اسوي اشياء كبيرة يعني في الحجم، ولا كنت لو اني ادري كنت حضرت لهم دمى مثلا، ارنوبات، ميدالية ارنوبة، ميدالية يعني كذا زي الدمى يعني الامجرومي، بس لان الوقت مزدحم وسويتهم كذا، في قدمتهم كذا في تغليف بسيط جدا، عليهم ستيكر بسيط جدا، وحطيتهم في علبة، العلبة كنت جيبتها من شي ان، انا ما صورت هذه ضلت عندي وقلت اني اصوركم، هذه لا مو ضلت عندي، طلبتها مني، كنت علقت تعليق عند الاخت ايمان اللي عند قناة، كانت اول كانت ايمي لفن الكروشيه، فحطيت تعليق، جات واحدة قالت لي بليز لو سمحتي شاركي معانا التوزيعات اللي سويتيها لبنتك. فاليوم في الصباح اضطريت اني اشتغل الوردة هذه بالكروشيه، بحط المقطع على التيك توك وبحطه على في فيديو قصير على القناة
في شورت وبحطه على الانستغرام عشان تقدر انها تشوفوا الطريقة اللي اشتغلت بيها، والتوزيعة بسيطة جدا، وانا انصحكم بها يعني تسوونها توزيعات في مناسبات كذا، انها تجيكم صغيرة وكيوت صراحة حتى الكبار. هذه هي بالنسبة للبارح، ليش انا ما بدأت المشروع البارح، مفروض اني ابدأ فيه البارح لما جاتني الخيوط. هذه الخيوط اللي جات، بوريكم الالوان اللي اخترتها. اول شيء تشوفوا معي الالوان، نوع الخيوط والالوان اللي اخترتها. مطلوب مني 12 لون في المشروع، واشوف ان شاء الله. مطلوب 12 لون في المشروع، جبت اكثر من 12 لون، بس بوريكم ال 12 لون. اول شيء الخيوط، النوعيه حقتها اليارن ارت جينز، خدت اللون شويه مايل يعني الاخضر، الاخضر فاتح، واخذت هذا زي درجه من درجات البرتقالي. شوفوا التصوير ترى مو عاطي حقه كويس، بس اللون مره جميل جدا. واخذت البرتقالي، هذا ترى مو اصفر، هذا برتقالي، هو يعطيكم في الكاميرا انه اصفر بس هو برتقالي، وكل درجة البرتقالي تقريبا مع البني. هنا هذا كمان درجة من درجات البرتقالي البارد، بارد جدا. اسفل ان الكاميرا ما تعطيكم اللون الحقيقي. هنا عندي الاوف وايت، هذا مو ابيض، هذا اوف وايت، وعندي الابيض. الحين وصلت 6 الوان اللي وريتكم، هذو 6 التانيين فيهم الاصفر، هذا اصفر بارد، وعندي هنا الرمادي، هذا رمادي، وعندي هنا البيج، هذا لونه بيج، هذا غير الاوف وايت، شفتوا درجة مختلفة عن الاوف وايت، هذا الاوف وايت، هذا البيج، وعندي هنا البني الفاتح اللي هو لون البشرة هذا، وكمان هذا لون بشرة افتح منه شوي، هذا افتح منه شوية، وهذا كمان لون بشرة اغمق شيء، يعني جاي على وش يقول لكم، شفتوا الالوان الاساس، المكياج لون الاساس زي هذا تقريبا لون البشرة، يعني على البشرة الفاتحة مو البشرة الغامقة، بالعفو هذا هو اللي غامق شوية، وهذا شوية غامق اغمق منه، بس انه هذا اللون الفاتح اللي قريب من يعني لون بشرة واحدة ما بين الابيض والاسمر، يعني مو ابيض شوية يعني. المهم هذه الالوان 12 لون، هذه اللي محتاجها المشروع، وهذا الالوان طلبتهم زيادة، هذا تقريبا البرتقالي الغامق، شفتوا هذا برتقالي غامق ما حشتغل به، وهذا اصفر شوية، اصفر غامق، مو غامق مرة يعني، جاي ما بين هذا وهذا، شفتوا هذا افتح، هذا اغمق، بس فيه اللي الاصفر اللي زي هذا، شفتوا الالوان الاصفر، شوفوا هذا، هذا اصفر غامق مرة، هذا اصفر شوية بارد، وهذا ابرد منهم، هذه درجات الاصفر. اخذت هذا اللي يعني ما حشتغل به، وهذا ما حشتغل به، واخذت هذا اللون برتقالي فوسفوري، زي يكون فوسفوري بس هو مو فوسفوري الصراحة، بس انه لون مرة 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 برتقالي، على ما ادري هذا اللون في الحقيقة حيرني، يجيني مو هو برتقالي، بس انتو تشوفونه في الكاميرا برتقالي، بس هذا هو البرتقالي، شفتوا هذا اللي هذا برتقالي اللي تشوفونه انتم زي الاصفر، بس هذا ما ادري ايش هو هذا اللون، شفتوا ما يشبه، بس انه ما ادري برتقالي مايل على حمار او شيء كذا بينهم. واخذت صنارة توليب 2.5، انا كانت عندي 2، عندي 2، انتم شفتوها معاي كنت اشتغل بيها، هذه 2، هذه توليب 2، وهذه توليب 2.5 اللي اخذتها جديدة.
خلاص هذا هو الخيوط اللي اخذتها للمشروع، للمشروع ان شاء الله اللي حشتغل عليه بوريه لكم الحين، اللي هو هذا. المشروع هو عبارة عن بلانكت، يعني بطانية تستعملوا، إذا كبرناها بتصير بطانية حلوة. المهم هي المقاس اللي مشتغلته المصممة فيه متر وخمسة، يعني 105 سنتيمتر على 105 سنتيمتر. الوحدة الجوانية الدائرية الصغيرة، الوحدة الكبيرة حقتها 30 سنتيمتر. هذا هو الباترون حقها، هنا اسماء الغرز اللي حتشتغل بيها، هنا هذا الغرز كلها اللي حنشتغل بيها، من باديتها من سليب ستيتش للأعقد للغرز المعقدة. هذا هو الباترون، شفتوا هذا الباترون؟ تقريبا هذا باترون مجاني، شوفوا الألوان اللي هي مختارة، في تدرجات الألوان هنا مشتغلة هي بالأزرق، تدرجات الأزرق، وهذا كمان مشتغلة هي بتدرجات الوردي. وهذه هي الوحدات، فيه وحدة، الوحدة الدائرية هي هذه، الوحدة الدائرية هو عبارة عن مجموعة من الوحدات، تقريبا 3 وحدات ونشبكها مع بعض. هذه الوحدة الدائرية هنا، هذا الإطار حقها، هذه الوحدة تبدينها بهذا الشكل ثم الإطار حقها عشان تجي في شكل دائري، والوحدة اللي هي النجمة هذه، والوحدة هذه، يعني 3 وحدات اللي حتشتغل اللي مشتغلة بيهم. وهذا زي ما تشوفون معايا، هذا الإطار المربع لما تخلص اللي هو هذا للحواف. ان شاء الله اقدر اني اطبقه. هذا المشروع بنات مشتغلته مع جروب في التليجرام، في جروب، يعني هي البنت الله يجزاها خير تبغى تخلينا نتحمس، مو تحدي وانما تعاون، يعني نتشارك المعلومات، لانه تقريبا المشروع هذا شويه يعني فيه تركيز، فيه شغل كتير، يعني يبغى الواحد انه يشتغلوا مع مجموعه عشان ياخذ افكار في تنسيق الالوان، فكره في كيفيه قراءه الباترون مثلا اللي ما يعرفون يقرؤون باترون، فيه بنات تاني تساعد، نساعد بعض يعني كذا، فيه اللي مبتدئات، فيه بس لازم انه ما يكونوا مبتدئات صراحه، مرة على الاقل لازم تكون البنت اللي حتشتغل في هذا المشروع تكون عارفه اساسيات الكروشيه، تكون عارفه الغرز، يعني مو هو تجي اول مره ما تعرف الغرز وحتشتغل عليه، لا، هذا حق بنات يعني على الاقل في المستوى المتوسط، مو في المستوى، مو مبتدئه، فوق المبتدئه يعني مستوى متوسط يمديها تشتغله. هذا الباترون بنات هو مجاني على رافرلي، انا بخلي لكم الرابط حقه في صندوق الوصف، صندوق الوصف، تنزلون على صندوق الوصف حتلاقوا الرابط حق هذا الباترون. يمديكم كمان له فيديوهات، الباترون فيه باترون مكتوب اللي هو هذا، تحملوه من موقع رافرلي، ويمديكم اذا ما عرفتوا تشتغلون، البنات اللي ما يعرفون يشتغلون بالباترون يمديهم انهم يتفرجون على الفيديو، الفيديو كمان بخلي لكم اللي فيديو هم على مقسمته المصممة على 2 في قناتها، مقسمة الفيديو هذا الشغل على هذا البلانكيت على 2، بخلي لكم روابط الفيديو تحت في صندوق الوصف، يمديكم تروحوا تشوفوه اذا حبيتوا انكم تشتغلوا عليه، بس انه المصممة ترى صينية، يعني حتى اللغة بتشوفوا بالنظر، يعني البنات اللي ما يفهمون اللغة يمديك هي تشتغل بهدوء مرة، يعني في الفيديو. انا بالنسبة للبنات اللي توهم يشتغلون هذا الشغل
أو إنه يستصعبون قراءة الباترون، أنصحكم بمشاهدة الفيديو، وهي تشتغل بهدوء جدا جدا. يعني ما حتى يعني الفيديو ولو طويل حيجيكم طويل، ولكن مركز تماما. عجبتني صراحة يعني طريقتها في الشغل، حتى المبتدئات اللي ما يعرفون كروشيه ممكن إنهم يشتغلونه، ممكن يشتغلون معاها من الفيديو. هنا خلاص يعني هذا هو المشروع اللي أنا حبيت إني أشاركه معاكم، اللي قاعدة أشتغل عليه خلف الكاميرا هذا بنات، لأنه أول مرة حشتغله، وأول مرة أصلا أنا أحب أشتغل بغرز مختلفة، يعني زي الشغل ديال الماندالا وشغل هذه الأشياء هذه اللي فيها غرز كتيرة، أول مرة حشتغلها، عشان كده ما أقدر أصورها معاكم. إن شاء الله إذا تدربت على الوحدة، إذا اشتغلت وحدة وحسيت نفسي عطيت فيها كويس، واشتغلت الثانية وحسيت إني كويس، إن شاء الله بحاول أشتغله معاكم الوحدة الثالثة ولا الرابعة لما أوصلها، أشتغلها معاكم على القناة، خاصة لأنه ما فيها مالها فيديو بالعربي نهائيا. فأتمنى إن شاء الله أني أتقنها وأشتغلها معاكم بالعربي، عشان يقدرون البنات يلاقون الباترونات فيديوهات بالعربي، لأن أنا أتفرج كثير على القنوات الأجنبية، فبعض بعض الباترونات يصعب على البنات انهم يفهمونها باللغة حقت صاحبها. في بعض البنات بعض الاجنبيات ما يحطون ترجمة، وحتى الترجمة لما تحطين الفيديو على الترجمة المترجم بالعربي ما يعطيك الترجمة الصح، يعطيك شوية كلمات كذا ما يعطيها لك صح. فان شاء الله اذا مداني اني يعني ان شاء الله اذا ساعدتني الظروف وكذا، بحاول إن شاء الله كم فيديو إني أترجمه معاكم، لأنه وطبعا ناخذ الإذن من عند البنات من عند الأجنبيات، ضروري إنك تكتبين تعليق تاخذ الإذن في ترجمة الفيديو حقها، يعني عشان ما تتسمين سرقتي منها الفيديو أو شيء أو شيء، لازم تاخذ الإذن. حتى إحنا بين العربيات ترى لما تشوفي الفكرة وهي مشتغلها واحدة في قناتها، يا انت صح يمديك تشتغلينها في قناتك ترى ما عليها شيء، بس ما فيها شيء اذا الوحدة تبغى تشتغل الفكرة وتبغى تطبق هذا الباترون او تطبق هذيك الفكرة اللي هي سوتها صاحبة القناة، يعني ما فيها شيء اذا انا اخذت اذنها من في تطبيق الفكرة في تعليق، مثلا أكتب لها تعليق أقول لها لو سمحتي أنا عاجبني هذا الشغل اللي اشتغلتيه، هل ممكن أبغى أخذ إذنك، ممكن أشرح بطريقتي للمتابعين حقي. فهي أكيد ما حتقول لك لا، لأنها أنت الفكرة بس بتقلديها، بس إذا كان تجين وتقلدين الفكرة وتحسي انك، خاصة انا بالنسبة اتكلم عن القنوات الصغيرة مرة، مثلا انا كقناة صغيرة وانا متابعيني محدودين، مثلا عندي يلا اجيب 100-150، فلما تيجي قناة كبيرة وتقلد فكرتي وانا تعبت عليها وجايبة باترون يمكن حتى يمكنني مصممته لحالي، فلما تيجي قناة كبيرة وتاخذ مني الفكرة بتسحب مني الفرشة كلها، مو البساط، بتسحب مني الفرشة كلها اللي انا حاطة عليها، يعني بتحط الفكرة وقناتها كبيرة وعندها متابعين واليوتيوب يقترحها، تنشر الفكرة حقتك عندها في القناة، خلاص اعرفي انه الفيديو حقك انت خلاص توفى خلاص، ما حد حيجي عنده، ولا حتى اليوتيوب ما حيقترحه، لانه حيقترح القناة اللي عليها مشاهدات كبيرة هي اللي حتقترح في اليوتيوب، معناته انت خلاص رحتي. عشان كده انا بقول الوحدة لما تبغى تسوي شغلة تاخذ الاذن، اذا وافقت صاحبة القناة فذاك، اذا ما وافقت خلاص غير الفكرة نهائيا. زائد انه نحاول ما امكن انه يعني نراعي مشاعر بعض،
مثلا انا قناه كبيره عندي مثلا 100 متابع، 100,000 عندي، 100,000 وفوق، ما اروح اشوف اللي اصغر مني اشوف لها فكره واطبقها عندي واخذ لها يعني مجهودها، هي حقتها تصميمها اصلا، تصميمها حقها هي، يعني مو هو مكرر، يعني ما اخذها لها. على الاقل لما الوحده صغيره مثلا قناه فيها 1000 ولا 2000 ولا حتى 20,000، لما تشوف قناة كبيرة مليون، قناة مليون متابع، قناة 500,000، 600,000، لما ترجع وتشوف منها فكرة وتقلد، تأخذ إذنها في تقليد الفكرة هذه، ما حيضرها، ما حيضر القناة الكبيرة نهائيا، ما حيضرها أبدا، لأنها عندها أصلا متابعينها وخلاص، الفيديو قد تشاف خلاص ودخلت منه ربح وكل شيء، ما حيضرها أبدا. بس القناة الصغيرة إذا سرقت فكرتها لا يضرها، لأنها توها قاعدة تبغى تنشر، تبغى تطلع القناة هذه. من جهة، من جهة تانية إنه حق الصور، صور، انا يعني اشوف انه الوحده لما تاخذ صوره يعني حرام انك تسرقين مجهود. مثلا بنات يدخلون على الانستغرام، يدخلون على يعني المواقع الفيسبوك مثلا، وانت حاطه صوره من مجهودك، من مجهودك انت اشتغلتي عليها وتعبتي عليها، والتصوير، حتى التصوير ترى صاير متعب، نتعب في التصوير القطع عشان تطلع لك بالمستوى، مع انه ما لسه ما وصلنا لمستوى التصوير الجيد، باقي احنا نتعلم. فلما انت تاخذين الصوره هذه وتنسبينها لك، ما تنسبينها لصاحبة، حتى البنت انها تستغرب، يعني انتم تضطرون الواحد انه يكتب اسمه على صور، على الصورة، على الفيديو، مع انه مو هو مضطر انه يخرب الصورة حقته بكتابة فوقها، لان في بعض الناس الصورة يبغى يكبرها عشان يشتغل عليها، فيلاقي انه الكتابة مغطية له غرزة مثلا، او مغطية له مغطية له هذا الجزئية البسيطة هذه، فتخربون عليه شغل. في بنات أنا أعرفهم إنهم يقلدون من الصور، يعني يبغوا يشتغلون من الصور، أنت إذا اشتغلت على الصورة وفيها الغرز واضحة وكذا، في بنات يقلدون الصور، وأنا منهم، أنا من الناس اللي أكبر الصورة وأشتغل عليها إذا عجبني الموديل، ما أقعد أدور على الباترون، بعض الأحيان ما لها باترون، البنت تشتغلها من تصميمها ومن يدها وخلاص تحطها. فإن أنتم تضطرون واحدة لما تيجي تسرق الصورة هذه وتنسبها لنفسها، تضطريها أنها لما تلاقي صورتها مسروقة تضطريها أنها تكتب اسمها على الصورة، وهذا يخرب المنظر. تضطريها أنها تكتب جملة أنا ما أحبها أبدا، ما أحب الناس البنات يكتبونها، أنه ما أحللك ولا تدعين ولا يدعون، أنا ما أحللك ولا أبغالك كذا وكذا إذا أخذت الصور حقتي. فما تضطرون الناس تكتب هذه الجمل في البايو حقهم، لأنها ما هي حلوة، ما هي حلوة أبدا إنه الواحد يضطر إنه يكتب لكم الجملة هذه في البايو، ولا لا، الصورة أنا أصور شغلي وأحطه في حسابي فقط، شغل الغير إذا فرضا عجبتني صورة أحطها قصة، أحطها في الستوري، أحطها في الستوري منسوبة لصاحبها، عجبتك خلاص بيمديك انك تحطينها وتكتبين تحتها منقول من الحساب الفلاني وتشيرين الحساب، عادي جدا، انت بتجيبين مشاهدات وهي بتجيب مشاهدات، اللي حيدخل على حسابك حيسوي لك لايك وحيروح على حسابها، الحين هو يعرف ان الصورة هذه حقت حساب فلانة، حيضغط على حسابها عشان يشوف حساباتها، تكوني انت كسبتي اجر لك، كسبتي لك انت متابع وكسبتي اجر انك انت كمان ارسلت تعاون، انك تعاونتي معها وارسلتي لها متابع من حقينك انت، ترى ما فيها شيء، احنا اذا تعاوننا بنعطي اكثر، فنحاول اننا نتعاون مع بعض بهذا، يعني في هذه الجزئيه نتعاون حتى لو ما اعرفها. انا في بنات كتير ما اعرفهم، حتى منهم اجنبيات، واذا عجبتني الصوره حطيتها في الستوري، اذا عجبني فيديو حطيته في الستوري حقي، او اني حتى انشره، اذا نشرته في الحساب حقي اكتب من الحساب الفلاني، انا انشر على الفيسبوك اكتب انشر صور واكتب منقوله من الحساب الفلاني، وخلي الناس يروحون، وحط الحساب وحط الروابط عشان الناس اللي حقين يروحون عندها، ما فيها شيء، إذا عرفت شيء وعرفت معلومة ما فيها شيء إني أشاركها مع الآخرين، أكسب منها متابعين وأكسب منها أجر، أجر يعني هذيك الإنسانة اللي أنا نشرت
اصورها لان نشرت الشغل حقها ولا اللي نشرت حسابها، والله في قرارات نفسها بتدعي لي تقول الله يجزاها، اقلها كلمه تقول الله يجزاها خير، بس الكلمه هذه الله يرحم والديها انها ذكرتني، ولو في نفسها، ولو تدخلين الفرحه ولو الابتسامه، حتى لو ما ذكرتك في الدعاء، الابتسامه اللي دخلتيها على وجهها وهي قاعده تشوف انك نشرت حسابها، هذه في حد ذاتها لها اجر عند رب العالمين. فحاولوا ان نكون زي كذا، ان يعني نساعد بعض بدون اي مقابل، بدون ما اعرف هذا الشخص. مو بالضروري ان اساعده عشان هو ينشر حسابي ولا عشان، لا، فقط يقول لك ارمي الخير وانك حتلقاه، يعني اذا ما لقيته اليوم حتلقوه في اخرتك. إذا ما شفتي الخير اليوم من الشيء اللي قاعدة تسوينه، إذا ما شفتيه في الدنيا، ربي مأجله لك للآخرة، مأجله لك إنه في حسناتك وفي يوم الحساب وفي يوم كذا. الناس محتاجة أي نقطة قد كذا، محتاجة حسنات ولو قد كذا محتاجينها. فحاولوا ما أمكن إنه نزرع الخير، كنقول يزرع الخير وتلقى الخير. هذا هو، بس أنا بغلق القوس هذا وخلاص، يعني الفيديو حتى هنا أكون، ما أتمنى إني ما طولت عليكم، بس إني أحب مرة إني أسولف معاكم، خاصة إنه والله إحنا المتابعات إحنا متابعات الهاند ميد يعجبنا سواليف أكتر، مع إنه أنا لا، أنا يعجبني سواليف، يعجبني أحضر فيديوهات استمد منها النشاط واستمد منها القوة واستمد منها الإلهام واتشجع واقوم اشتغل، بس في نفس الوقت انا تراني مع القنوات والحبيباتي منيرة، إيمان، كتير من البنات لما تابعهم احب اني اطبق معاهم، اطبق معاهم الباترونات حقتهم، مع انه انا مو شغلي الإيميغرومي، يعني مو يعني ما يستهويني مرة إني أشتغله، بس لما أشوفهم حطوا باترون حلو ومثير وكذا يثير اهتمامي، أبغى إني أطبقه، وخاصة يعني القطع هذه الحلوة الكيوت زي الأرانب والضفادع والدمى الصغيرة، الميداليات بالضبط، أنا الأشياء الصغيرة الكيوت زي الميداليات أنا تجنني، لأنني أحتاجها، فأحتاجها توزيعات، أحتاجها الأطفال يلعبون فيها، فهذا اللي حمسني اني اشتغلها. بس الدمى الكبيره والاشياء هذه هذا اعتبره انا مو بشغلي، كل واحد عنده تخصصه يتخصص فيه ما يزاحم الناس فيه. انا خلوني معكم على الكوسترات، على المفارش، على الغرز الجديده، اني ادور على غرز جديده واشاركها معاكم، كمان اشتغل بطانيات، اشتغل الملابس، ما عندي اي مشكله واجيب لكم اي شيء جديد عنها. ولكن انا بالنسبه لي الحاجه اللي اموت فيها واحب اني اشتغلها هو المفارش والبطانيات، المفارش وخاصة أطقم الصفر إن شاء الله بتخصص فيه، هو اللي بيصير إن شاء الله تخصصي في المفارش حقة الصفر، يعني في الأطقم حقة الصفر والأشياء حقة المطبخ، أحبها مرة، وهي إن شاء الله اللي ناوية إني أبدأ أسوق لها أكثر، وأتمنى دعوا لي إنه ربي يفرجها وربي يسخر لي ناس حلوة كده تسوق معايا للمشروع، عشان أبتدي إن شاء الله أسوق لنفسي، وأبتدي إن شاء الله أفتح المشروع بإذن الله. يعني ماني عارفة، يعني أنا متحمسة مرة إني أشتغل، بس بعض الأحيان أحبط لما ما تجيني طلبية ولا شيء، بس زي ما بتقول منيرة تومان، الصبر هو كل شيء، الواحد يصبر على نفسه يشتغل يصور ويصبر على نفسه، يمكن في يوم من الأيام تجيني طلبية. يلا ما أطول عليكم، إن شاء الله نلتقي في فيديو جديد مع عمل جديد إن شاء الله، و لا تنسون تحطوا لي لايكات إذا وصلتوا حق هنا بطلاتي، لأني أحب وأحتاج لايكاتكم وأحتاج تعليقاتكم، أتمنى تقترحون علي مواضيع أناقشها معاكم، أو أي شغلة مفرش، قطعة كوستر حبيتوها ابعتوا لي الصور على الانستغرام وأطبقها معاكم إن شاء الله. حظ موفق، إلى اللقاء في أمان الله ورعايته، وأحبكم في الله.